بكى الرئيس عبد الفتاح السيسي تأثرا بوفاة الشهيد الرائد محمد أمين إسماعيل الحبشي عندما رأى أرملته تحمل رضيعا خلال احتفال عيد الشرطة بأكاديمية الشرطة. وحمل السيسي الرضيع وبعد ذلك بكت أرملة الشهيد تأثرا وواساها الرئيس وسلمها وسام الجمهورية. وحضر الاحتفال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ولفيف من أفراد الشرطة.